برضو وزارة الري لما درست الموضوع لقت ان التسعة كيلو دول كم الف طن من فرقعات؟ 3 مليون طن. بكام؟ اصل هو الكلام كله يا دكتور مصطفى تمويل مش كده؟ بكام؟ مش عايز يعني الطن المفرقعات بكام؟ ده ايه؟ خامات لكن غير التشغيل، غير التشغيل الحفر والتثقيب اللي بيتعمل ثم التفجير ثم نقل المخلفات بتاعت التفجير ثم تبطين الترعه وكده. 9 كيلو انت بتعمل بتقطع في 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 جرانيت 9 كيلو بعرض تحت 20 متر مثلا وفوق 40 متر ولا كده ما اعرفش كام. تمام يا فندم. تمام مش كده؟ تمام في الحدود دي ايضا. عشان ايه؟ اعدي الميه وبعد كده بقى ده اكمل بقى اللي هو اللي هم باللون الاحمر ده خلاص بقى يشتغل اللي هي فرع بقى طبق للتخطيط. احنا ما عملناش حاجه اكتر من كانت وزاره الري مخططاه. ده شغل الدوله المصريه للي كان الله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري. ده اللي مش كده يا دكتور محمد ولا ايه؟ ده كان التخطيط اللي معمول يا دكتور مصطفى. احنا ما عملناش ايه؟ ما عملناش حاجه. يعني ما نقدرش نقول ان احنا اصحاب فضل غير في ان احنا ومش هنبقى اصحاب فضل ابدا. ان احنا كل ده الرسمه دي لما انا جيت هنا واتعرض عليا المشروع ده من 3 سنين مش كده يا توفيق؟ فقلت له يا توفيق دي ايه؟ قال لي فرع 4. قلت له طب مالها؟ قال لي يا فندم في حائط هنا جبلي جرانيت مانع دخول الميه لها. طب تنفع كده؟ بتنفع كده؟ ما فيش حل لها غير لازم ايه؟ نعدي منها. بالنسبه لي الامور اهب سهل ان شاء الله جدا ان شاء الله. اعمل يا دكتور مصطفى يتعمل. فبالمناسبه عشان نرد غيبه الدكتور كمال الجنزوري خلوني اسمحوا لي ان احنا نوجه له كل التحيه وكل التقدير وفريق العمل اللي كان معاه في مجلس الوزراء ساعتها اللي درس الموضوع ده وقال ان المشروع ده قابل ليه يا دكتور مصطفى قابل للنجاح. فنوجه له التحيه وانتوا عملتوا كوبري بتاع توشكا مش كده؟ ايوه فندم. اللي انتوا اللي هو عبر المفيد. ايوه فندم. فاحنا نطلق عليه محور ايه؟ محور الدكتور كمال الجنزوري. انا عارف ان احنا عملنا في واحد في القاهره في مصر. لا هنا بقى حاضر مكانه اللي هو حاضر. اختاره هو ومجلس الوزراء. وانا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، عشان اقول للناس اللي بتسمع وبتتكلم المواضيع عشان تتعمل ما بتتعملش كده يعني مش من ال لا. وما ينفعش ناخد الراي ونقول الحقيقه. معناش يا دكتور مصطفى فلوسنا ايه؟ كنا نعمل ده فما اتعملش. فلما ما اتعملش بدل ما نقول معناش نقول المشروع مش ناجح. لا المشروع ناجح.